اهلا 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 بحضراتكم. من يومين كنت بتكلم معاكم على الموسم الرمضاني والشركه المتحده داخله بتقلها وباتقل نجوم في الوطن العربي. يمكن كان من ضمن المسلسلات اللي كنت بقول لك عليها عمله نادره نيلي كريم. طبعا يعني في النهايه احنا بنبقى عارفين مسلسل نيلي كريم يبقى واحد من الجياد الرابحه بطبيعه الحال في الموسم الرمضاني في المنطقه العربيه بالكامل. مسلسل من تاليف الدكتور مدحت العدل، طبعا بطوله نيلي كريم واستاذ جمال سليمان، استاذ كمال ابو ريا، محمد لطفي، بحبه محمد لطفي، احمد عيد، وعدد كبير جدا من الفنانين. طيب انا نفسي اعرف تفاصيل عن عملة نادرة، وليه اسمه عملة نادرة، وهحاول قدر الإمكان يعني أجر كلام من دكتور مدحت العدل إذا سمح لي بذلك. ازيك يا دكتور؟ يا أهلا وسهلا يا حبيبي. ازيك يا استاذ؟ عامل ايه يا دكتور مدحت؟ ايه الأحوال؟ كله تمام؟ الحمد لله والشكر لله حبيبي. كل سنة وحضرتك طيب. بمناسبة خلاص كده كلها كم أسبوع ونبقى في رمضان، وبإذن الله اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا حبيبي، وسنة سعيدة على المصريين والعرب وكل المسلمين. انا عارف ان انا هحاول محاولات مستميتة وعارف برضو ان دكتور مدحت مش هيدي لي عقد نافع في الاخر عشان ما نحرقش المسلسل. لا والله مش كده، يعني احنا بنحاول بس. طبعا انت عارف انا اول ده على فكرة مسلسل اكتبه من 6 سنين، يعني اخر مسلسل كتبته كان لاعلى سعر. ودي كده عودة والعود احمد. ربنا يخليك يا حبيبي. واول مسلسل صعيدي برضو اكتبه. يعني ده مسلسل صعيدي حلو قوي. ادي كده اول معلومة خدناها على جنب. ده اول مسلسل صعيدي اكتبه، وطبعا انت عارف الصعيد ماده خصبه طبعا لما نسميها الواقعيه السحريه. صحيح، ودي تبقى واقعيه يعني سحريه مصريه مختلفه عن الواقعيه السحريه بتاعت امريكا اللاتينيه. بس هي نفس المنطق، ان انت قد تتخيل ان هذه الاحداث لا يمكن ان تحدث لكنها تحدث. طيب هنا بقى، ويمكن يعني قد يكون شوية أسئلة تبدو فلسفية حبتين، الواقعية السحرية وأمريكا اللاتينية وجارسيا ماركيز ليها عواملها اللي أنا أعتقد، وصححني بقى، إنها ما هيش بعيدة عن عوامل البيئة والمجتمع المصري وبالذات في الصعيد. لا ما طبعا مش هصحح لك اللي أنت بتقوله ده، كلام مظبوط. ما هي معنى الواقعية السحرية للناس اللي بتتفرج علينا أن الغرب دائما هو غرب لوجيك وديالكتيك وواقعي. صحيح. فانت لو شاف واحد ماشي في زي الحسين كده لابس غطيان كازوزه هيوديه مستشفى الامراض العقليه. لكن احنا عندنا ممكن يبقى اسمه الجنرال علي مثلا والناس بتتعامل معاه عادي، فدي اسمها واقعيه سحريه. الجنرال علي ده بتاع قهوه المجازيب ده صح؟ بالظبط. هذه الشخصيات اللي هي تبدو غرائبيه في الغرب هي عندنا شخصيات عاديه والواقعية كذلك. فاحنا نشترك مع امريكا اللاتينيه في هذه الواقعيه السحريه. صحيح، لانه في تشوهات في البناء الاجتماعي. والصعيد ماده غنيه بهذه الاشياء، بالاثار وهم مشاعر الصعايده، مشاعر بكر خام وقويه في الحب وفي الحسد وفي الكر وفي الطر فانا طبعا يعني انا حتى كاتب جمله كده بقول هذه حكايه بعض الناس وليس كل الناس. يعني ده هيبقى مسلسل صعب ده يا دكتور مدحت. لا مش صعبة ولا حاجة على فكرة، يعني هو بمنتهى البساطة انت عارف ان المرأة لا تورث في الصعيد، لا تورث في الصعيد. من التقاليد ان الست ما تاخدش ارض، تاخد فلوس. تمام؟ حلو. كي لا تذهب هذه الارض الى مثلا عيلة جوزها. ماشي، مفهوم. دي حاجة معروفة طبعا يعني. مفهوم. اوكي، فعندما ترفض امرأة هذا المنطق اللي هو ينافي الدين، اوكي، هنا تصبح العادات والتقاليد اقوى من الدين. اوكي، فترفض امراه هذا المنطق فتدخل في حرب، بس هي عمله نادره. وهنا يتولد الصراع. البطله هنا اللي هي نيلي، هي دي اللي اسمها نادره. نيلي كريم. بالظبط، هي دي نادره بطله المسلسل. بالظبط كده. خلصنا قد ايه منه لحد دلوقتي يا دكتور؟ تصوير بنفنش يعني قبل رمضان خلصنا ان شاء الله. فعلا المنتج ده. طبعا. الله اكبر، دي حاجه اكتر من رائعه. ده معناه ان دكتور مدحت خلص كتابه خلاص. لا يا حبيبي خلصت، بس انا مش من النوع اللي بعرف اكتب 3 حلقات واسلم والحاجات اللي زي لا مش بتاع كده خالص. خالص لازم نبقى شايفينه وقاعدين وعارفينه وعارفين رايحين فين، وكل الممثل عارف دوره وعامل عارف الكاركتر بروفايل بتاعه. ومعانا احمد عيد، انت قلت اسمه بس ما قلناش احمد عيد في دور مختلف جديد خالص. ومعانا محمد فهيم، ومعانا جمانه مراد، ومعانا الاسماء اللي حضرتك. ودي عودة برضو العيد بعد مراحل اختفاء كده، ظهور واختفاء وظهور واختفاء، فعودة حلوة العيد.
ورجع بدور جديد عليه خالص، فيلن يعني، طالع دور مش شبه احمد عيد فيلن. بالظبط كده، ده مختلف عن كل ادواره ومختلف عنه هو شخصيا. ما هو ده اختيار ماندو بقى، اللي هو دائما ينظر نظره مختلفه، وده جمال للمخرج الفريش الصغير اللي عايز. هم صغار طبعا بقى كبير دلوقتي. لا ماندو خلاص بقى عدى مرحله الصغير. لا صغار سنا يعني، ما زال صغار سنا لكن عنده خبره كبيره، والراجل دلوقتي بيعرف يعمل كاستنج حلو قوي وينقي ناس. يعني السنه اللي فاتت شريف سلامه كان مفاجاه جدا جدا، مفاجاه مسلسل السنه اللي فاتت. صحيح يعني صحيح، اللي هو فاتن امل حربي. طبعا طبعا. كل التوفيق يا دكتور، واحنا بطبيعه الحال منتظرين انه كما جرت العاده كل ما ياتي من الدكتور مدحت العدل فهو عملات ذهبيه، وبطبيعه الحال الحقيقه ماندو عمره ما خيبت معاه، دايما يتحفنا ويبهرنا. لازم نذكر جمال العدل المنتج الكبير اللي عامل لنا بصراحه، عمل وبني لنا ديكور غير طبيعي عشان نعمل فيه المسلسل. عمره ما قصر في حاجه بصراحه حقيقي، يعني هو عارف انا احبه قد ايه. عموما العدل جروب معروفة بأنه عندما تقدم شيء فإنما تقدم كل ما هو متميز حقيقي. يعني أنا بشكرك جدا يا دكتور. أشكرك يا ربنا يخليك يا دكتور مدحت، ربنا يخليك يا رب. شوف اللي أنا قلت لك ده، وأنا قاصد جدا إحنا بنتكلم هنا على التعاون اللي ما بين العدل جروب وما بين المتحدة، والحقيقة أن التعاون دايما كان مثمر، وإحنا يمكن شفنا ده برضو زي ما قال دكتور مدحت العدل السنة اللي فاتت في فاتن أمل حربي. عندنا كمان، وده أظن من المسلسلات المهمة جدا، الإمام الشافعي، رسالة الإمام عن الإمام الشافعي. وهنا ممكن يبقى السؤال إنه ما الذي سوف يقدمه المسلسل عن الإمام الشافعي فيخرج عن الشكل التقليدي للسير الذاتية؟ يعني هو لازم يقدم لي بالتأكيد جانب من حياة الإمام الشافعي، بس كمان أنا عاوز أشوف الجانب بشكل مختلف. أنا عاوز أعرف الإمام الشافعي، مش بس أعرف فقه الإمام الشافعي. فقه الإمام الشافعي دي مسألة أكاديمية جدا، لكن من هو الإمام الشافعي؟ الأحداث بتدور على قد إيه؟ أظنها تدور في خلال 50 سنة من عمر فضيلة الإمام، وتحديدا في نهاية طبعا القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري. مؤلف الإمام الشافعي أو رسالة الإمام هو محمد هشام عبية، كاتبنا ومؤلفنا شديد التميز. طبعا احنا عارفين انه المسلسل من بطولة خالد النبوي. احنا معانا محمد هشام عبية على التليفون. يا سلام، ازيك يا استاذ؟ مساء الفل استاذ، مساء الجمال، عامل ايه؟ الحمد لله بخير، تمام. ايه الاخبار، كله تمام؟ الحمد لله دعواتك. يا رب خير. سؤال بقى، ده اللي انا كنت بطرح فيه او اللي بطرحه في بداية الكلام عن المسلسل، احنا ايه اللي هنشوفه مغاير عن ما اعتدناه في السير الذاتية؟ يعني هتقدم لنا الإمام الشافعي إزاي؟ ويعني عادة الشخصيات يعني المؤثرة في التاريخ زي الإمام الشافعي يمكن أن تتناولها أكثر من عمل، أن يتناول أكثر من عمل بأكثر من زاوية. طبعا يعني. طبعا. وهو طبعا الإمام الشافعي له يعني حالة خاصة مع الشعب المصري، يعني ممتدة منذ أن وطأت قدمه مصر لأول مرة منذ حوالي 1200 سنة لغاية النهاردة. والعلاقة دي يعني تكفي بس أنك توقف أي تاكسي كده في الشارع وقول له أنا عايز أروح للإمام الشافعي، هو عارف من غير ما يقول، من غير ما تقول له توصف له ولا أي حاجة، المقام بتاعه معروف ومكانه معروف وما إلى ذلك. فإحنا بشكل أساسي في المسلسل ده أنا وكل فريق الكتابة والأستاذ الليث حجه والمخرج السوري الكبير مركزين على سنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، وهي اجمالا كانت حوالي اخر 6 سنوات في حياته. وهي كانت يعني للمفارقه التاريخيه ايضا مليئه بالكثير يعني من التغيرات الاجتماعيه والسياسيه في مصر في هذا الزمن، واللي اعتقد ان ما حصلش ان حد ركز عليها بدرجه قويه في اعمال صادقه يعني تناولت سيره الامام الشافعي. يعني هيبقى في تناول للأوضاع السياسية المصرية من 1200 سنة، مش بس سيرة ذاتية للإمام، يعني مش محصورة فقط على الإمام. لأن الإمام الشافعي بطبيعة الحال لما وصل مصر هي كانت في فترة يعني تقلبات طبعا. وفترة حتى على المستوى يعني الدولة الإسلامية، يعني وقتها كانت الدنيا في حالة من حالات ممكن تقول يعني عدم الاستقرار بالضروره، وبالتالي هو كان وجوده فارق في هذه اللحظه، وكان كمان مؤثر
وكما يعني ترك أثرا في مصر تركت مصر أثرا فيه. والمسلسل بشكل أساسي بيتناول هذه العلاقة التبادلية ما بين يعني إمام بحجم وقامة الإمام الشافعي وحضارة عظيمة ومؤثرة دائما هي حضارة مصرية. طب ده لفت نظري انك قلت لي كمان وفريق الكتابه، مساله فريق الكتابه دي ما بتقلقكش يا محمد؟ لا بالعكس، انا اصلا انا يعني انا خريج، انا دايما يعني افخر ان انا خريج يعني معاهد كتابه الورش السينمائي. ورش كتابه ورش الكتابه، وانا كمان يعني انا قد اكون انا يعني مش اول من بدا المشروع، بداته الاستاذه مريم نعوم ثم يعني اعتذرت عن الاستمرار فيه. تم بالفعل في فريق كتابة موجود، انضم إليه بعض الزملاء الكتاب الآخرين من مصر وسوريا. وبالتالي أنا يعني كنت أكمل المسيرة يعني بمن بدأ حتى المشروع من فريق الكتابة يعني. اللي أنا بقصده هي فكرة اختلافات ممكن تبقى في الأفكار وفي الزوايا وفي المنطلقات، وبالتالي في الطرح ده ما بيبقاش شيء متعب؟ لا، احيانا بيكون ممتع لانك انت بتطرح فكره وبعدين بيحصل بقى نقاش يعني عنيف وقاسي وبنتبادل الافكار، واللي بيقتنع بفكره ممكن يعني ذهنه يعني يفكر فيها شويه فيعيد هو نفسه اعاده طرحها من جديد. والعكس صحيح، بالعكس يعني في مثل المشاريع يعني انا في رايي المشاريع الكبيره زي الامام الشافعي، المشاريع اللي هي بتغوص في اعماق التاريخ وبتستحضر فتره زمنيه بعيده ومستعين فيها بمراجع شتى، دي اكثر النوعيات من الاعمال الدراميه اللي فعلا تحتاج الى فريق كتابه، لان هي حاجه دائما للمزيد لضخ مزيد من الافكار والنقاشات والتطويرات. بالعكس هو ده النموذج المثالي للمسلسلات اللي كتبها فريق كتابه. بالاضافه لكده كمان معانا باحث تاريخي متميز والصديق علاء عزمي، اللي كان تعاوننا مع بعض قبل كده في اعمال سابقه برضه، هو أي دور مهم جدا في مساله المراجعه وتدقيق العمل من الناحيه التاريخيه ومن ناحيه بقى كل تفاصيل السلوكيات اليوميه لمصر في هذا الوقت، الشكل المباني، طبيعه الملابس وما الى ذلك. ثم بعد ذلك اقول له هناك تدقيق من مجمع الفصل الاسلامي بالازهر لما يرد في المسلسل من يعني عشان الاراء الفقهيه وما الى ذلك، بالضبط من نقاشات حول أشياء لها علاقة بالفقه وبالدين، وحتى أيضا يعني للنقاش حوالين بعض المواضع التاريخية محل الاختلاف من مصدر لآخر. طب ده كلام رائع جدا، أنا عايز أشكرك جدا يا محمد على هذا المشروع، وأتمنى أول ما تنتهوا خالص اشتغل لنا بقى على الليث بن سعد عشان رمضان اللي بعده، قول إن شاء الله. أشكرك جدا كاتبنا ومؤلفنا محمد هشام عبية، مؤلف مسلسل رسالة الإمام. خلوني هستأذنكم هنروح لفاصل بسرعة جدا، عاوزين نرجع على السلفية العلمية. طيب السلفية العلمية باختصار شديد هو اللي انت تعرفه من مشايخ السلفية المشهورين جدا قوي خالص خلال الكام سنة اللي فاتوا، يعني خلال 20-30 أو حتى 40 سنة فاتوا، هم دول اللي كانوا بيضخوا أفكار تحت مسمى حاجة اسمها السلفية العلمية. إيه علاقة السلفية العلمية بالسلفية الجهادية والانضمام إلى الجماعات المسلحة والجماعات المتطرفة والمتشددة والإرهابية؟ هل هذا يقود إلى ذاك؟ وإذا كان الأمر كذلك، وأنا أظن كذلك بالمناسبة، ليه؟ والآلية بتبقى ماشية إزاي؟ فاصل وهنكمل كلامنا مع ضيفنا العزيز الباحث والخبير في شؤون الجماعات الإرهابية الأستاذ ماهر فرغالي. استنونا.